بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهارده شرح المنهج بتاعنا اللي احنا بدأناه في مادة الراديولوجي اند برينسيبال اوف راديولوجي. كنا اخر مره بنتكلم على الالترا ساوند، وقلنا ان الالترا ساوند از ا ميديكال الترا ساوند ايمج يوز الترا ساوند سبيشالي الهاي فريكوانسي ساوند ويف تو فيجوالايز سوفت تيشو ستراكشر ان ذا بودي ان ريل تايم. The ultrasonic image technique is based on the projection of sound package and the reflection of the reflector from the organ, forming an image ranging from black to white due to the difference of acoustic resistance between the tissue of the body, so that the tissue show high resistance white and non-resistance tissue black. الكلام ده معناه ايه يا ولاد؟ احنا قلنا ان الالتراساوند معتمدة على الموجات الفوق صوتية اللي هي بره معدل الصوت، اللي هي تنحصر بين 20 لحد 200 ميجا هرتز. قدرنا نستخدم الموجات فوق الصوتية دي ان احنا نحولها لطاقة كهربائية، وبالتبعية احولها لصورة اقدر اشوف بيها الديفرنت اورجان اللي احنا عايزة اشوفها. عندنا حاجة في الالترا ساوند اسمها البيزو الكتريك افكت. مين المسؤول عنها؟ المسؤول عنها البروب بتاع الجهاز. البروب بتاع الجهاز فيه حاجة اسمها كريستالة. كريستالة دي عندها القدرة انها تحول الطاقة الكهربائية اللي دخلها من الجهاز الى موجات فوق صوتية. الموجات الفوق الصوتية بتخترق الاجزاء المختلفة من الجسم وبتترد لنا تاني. بعد ما تترد، البروب عنده القدرة ان هو يحول الموجات الصوتية المردودة من الجسم لطاقة كهربائية. الجهاز بألجوريزم طريقة حسابية معينة بيحولها لصورة. الألوان بتاعة الصورة دي بتتدرج من الأبيض للأسود على حسب الموجات الصوتية المنعكسة من كل أورجانز اصطدمت بيه. There is no ionizing radiation, but the quality of the image obtained by ultrasound depended largely on the personal skills that performed the examination and the size of the patient body. الالتراساوند دايما نقول انها حاجة سيف، ما بتضرش البيشنت، لانها مش ionizing radiation، مش اشعة معينة. بس عندي اتنين عائق ليها، مش مانع، في فرق بين عائق ومانع. العائق ان انها اوبريتور ديبندنت، يعني معتمدة على مهارات وخبرة الشخص اللي بيشتغل الفحص. تاني حاجة البيشنت بادي، بمعنى ان كل ما العيان كان اوبيز كل ما الفحص كانت الكواليتي بتاعته الجودة بتاعته قليلة. ده معتمد على ايه؟ ان السبكوتين وصفات كمية الدهون اللي في الطبقة اللي تحت الجلد بتمتص الموجات الفوق صوتية، فبتقلل كمية الموجات الصوتية اللي اخترقت جوه الجسم، فبالطبيعية بتدينا صورة ذات جودة أقل، بنسميها low contrast، نقاء الصورة ودرجة وضوحها أقل نتيجة إن الفات اللي موجود في السبكوتينوس تيشو امتص الألترا ساوند، مش بيمتصها كلها، بيمتص جزء منها. بنقول هنا large patient with extra weight may be low in image quality، بمعنى زي ما قلت لكم احنا بنعمل الفحص فعلا للناس الاوبيز، الناس التخينه، بس الكواليتي بتاعته والجوده بتاعته بتكون اقل. ده بسبب ان السبكوتينوس فات ابسوربد مور ساوند ويف، ذس ريزلت ان فيور ساوند ويف ذات بينتريتد ذا ديفايس اند ريتيرن تو ذا باور ادابتر ريزلتنج ان لوس اوف انفورميشن اند لو كواليتي ايمج. الترا ساوند از اولسو ليميتد بيكوز ات كان نوت تيك بيكتشر ثرو ذا اير بوكيت. بمعنى هو يا دكتورة احنا نقدر نعمل الترا ساوند لللنج او للباول اللي هي الامعاء؟ بنقول لا. ليه؟ لان الموجات الصوتية بتخترق الهواء وما بتعملوش انكسار، فعلشان كده بتطلع لي الصورة لان بيضة جدا نتيجة الهواء اللي موجود في اللنج او الباول ايمج بيترد لي تاني، فنتيجة عدم انكسار. والبون ليه يا دكتورة ما نقدرش نشوف البون؟ لانها برضك من الحاجات اللي بتمتص الالترا ساوند، ما بتعكسهاش، واحنا متفقين ان احنا اعتمدنا في الالترا ساوند على الانكسار بتاع الالترا ساوند من الاورجانز. بس في خلال ال 30 سنه اللي فاتوا
الاجهزه بتاعه الالترا ساوند والشركات المصنعه لاجهزه الالترا ساوند في تقدم مستمر، بحيث ان انا اقدر احدد الليجن اللي موجوده في اللنج واحدد الليجن اللي موجوده في الباول لوب، واقدر اشوف لو في ليجن موجوده في البون ولا ما فيش. طيب بيتكون من ايه جهاز الالترا ساوند؟ الالترا ساوند ايمج سيستم، في حاجه عندي اسمها الاس اي بي، السكرين ديسبلاي سكرين، وحده التحكم الكنترول بانل، السي دي بلاير لو انا عايزه احفظ الفحص على سي دي، ستورج يونت عندي وحده تخزين، والبرينتر اللي هي الطبعه اللي بطبع منها الصور اللي ظهرت لي. يستقبل الموجات الفوق صوتيه المردوده من الجسم ويحولها الى طاقه كهربائيه، يدخلها تاني للجهاز علشان بواسطه سيستم الكمبيوتر الموجود في الجهاز يتم تحليلها بطريقه رياضيه معينه علشان تطلع لي الصوره اللي احنا بنشوفها في الاخر. انا عندي كذا نوع من البروبات. اول نوع من عندنا البروب اللي هو اللينير بروب. اللينير بروب بيكون له هاي فريكوانسي 7 ميجا هرتز، بيخرج الالترا ساوند ويف منه على هيئه بارل لاين، خطوط متوازيه. بقدر اشوف بيه السوبرفيشال ستراكشر، الاجزاء السطحيه زي الثايرويد، البريست، الباروتيد، الاي، اني الجوينت سواء الشولدر، اني الالبو، واي سوبرفيشال ليجن احنا شاكين فيها. طيب تاني بروب عندي اللي هو الكيرفد بروب. الكيرفد بروب ده الفريكوانسي بتاعته اقل من 2 ل 5 ميجا هرتز، بيقدر يخترق الاجزاء العميقه من الجسم، عشان كده احنا بنستخدمه في فحص البطن والحوض عشان نشوف بيه الليفر، الكيدني، السبلين. تالت بروب عندي اللي هو 3D. 3D هو بروب بيديني صورة مجسمة، بيعتمد في شغله على 2D. ايه الفرق بين 2D وال3D؟ 2D بيديني صورة ذات بعدين اللي هو الطول والعرض، 3D بيديني صورة ذات 3 ابعاد، طول وعرض ودبس العمق. في صور مجسمه طلعت بعد 3D، احنا عندنا لحد 6D. ايه الفرق يا دكتوره؟ الفرق في 3D ان انا قلت عندي طول وعرض وعمق، لو انا زودت عليهم صوره خلفيه كمان يبقى انا عندي 3D. لو حطيت كشاف بتكنيك معين جوه الجهاز وزود لي الاضاءه بالنسبة للبروب، هبتدي احصل على صورة خماسية وهكذا. فايدة 3D يا دكتورة او الصورة المجسمة ايه؟ ان انا لو عندي congenital anomalies، عيوب خلقية موجودة في الاطفال او في الادلت، او لو انا عايز اشوف الليجن اللي ظهر عندي بصورة مجسمة واقلبه واشوفه من كل الجهات، اقدر استخدم 3D او 4D او 5D. بنقول انسنس الالترا ساوند تكنيك دونت يوز ايونايزنج راديشن تو كرييتد الايمج، زي الاكس راي اللي هي الراديوجراف اند التوموجرام اللي هو السي تي، زي ار جنرالي كونسيدرد سيفر اند ار ذيرفور مور كومن ان فوتو ديتكتور ايمج. يبقى لو نرجع تاني نقول، هل في كونترا انديكيشن موانع لاستخدام السونار؟ لا يوجد موانع لاستخدام السونار. هواي بيكوز اتس ا نون نون ايونايزنج راديشن، الجهاز ما بيستخدمش الاشعه المعينه في الاشغال، فما فيش منه اي اضرار على المريض. قلنا له اتنين مشكله، ان هو اوبريتور ديبندنت معتمد على اللي بيشتغل الفحص، والبيشنت الاوفر ويت اور الاوبيز، لان السب كوتينوس فات بيعمل ابسوربشن للالترا ساوند ويف اللي داخلاله، فبالتبعيه كمية الالترا ساوند اللي هتخترق الفات علشان توصل للديب اورجان هتكون قليلة، فالكونتراست والكواليتي بتاعت الصورة هتقل. في فحص تاني مهم جدا عندنا في السونار اللي هو الدوبلر الالترا ساوند. الدوبلر الالترا ساوند بنشوف بيه الفلو اوف ذا كولرد فروم ذا سيفيريتي اوف بريفرال فاسكولار ديزيز and is used by cardiologists to dynamic evaluation of the heart. فكرة الدوبلر الالترا ساوند ان احنا بنحصل على الصورة الملونة للأوعية الدموية، فبقدر احدد بيها الفلو
والفيلوستي كمية الدم وسرعته اللي وصلة للأورجانز. أول ما بدأ الألترا ساوند كنا بنستخدمه في حالات القلب مع الكارديولوجيست دكاترة القلب علشان نشوف بيه ونعمل أسيسمنت تقييم للهارت، الهارت فالف اللي هي صمامات القلب، الميجور فيزلز الأوعية الدموية الرئيسية زي الأورطة والبلموناري أرتري، وأشوف هل فيهم استينوزس على سبيل المثال ولا لا. For example, of stenosis of the carotid artery may be a warning signs of impending stroke. احنا دلوقتي لكاروتيد ارتري اللي هو الشريان السباتي، لو احنا بالدوبلر الترا ساوند شكينا ان في ضيق وقدرنا نحدد كمية الضيق اللي موجودة ومكانه، بيبقى عندنا توقعات هل المريض ده هيحصل له جلطات في المخ ولا مش هيحصل. Submerged clot، هل فيه جلطات احنا موجودة بس احنا لسه مش شايفينها وواعيين بيها ولا لا. هقدر اشوف الفيزلز اللي موجود عندي، الوعاء الدموي اللي موجود، الكاليبر بتاعه اتساعه قد ايه، فيه انسداد ولا مفيش، في جلطة ولا مفيش، في دوالي ولا مفيش. الاستخدام التاني ليه ان احنا بقينا نقدر نقول لو انا عندي ليجن موجودة سواء في العظم او في السوفت تيشو اللي حواليه او في اي اورجانز تاني، الفاسكولاريتي اللي راحه للليجن ده هايلي فاسكولار ولا لو فاسكولار. بتفرق في ايه؟ ان انا افرق بين البناين والماليجنانت تيومر. معروف ان الماليجنانت تيومر من الحاجات الاجريسيف العنيفه اللي بتكبر بسرعه، فطالما بتكبر بسرعه بتبقى عايزه تتغذى بصوره اكبر، فبتبتدي بدل ما تسحب دم من الاورجانز اللي هي فيه بس، لا تعمل اوعيه دمويه جديده خاصه بيها بنسميها نيو انجيوجينيسيس. بقدر بالكولر دوبلر اقول هي زيادة ولا اقل، عكس البناين تيومر الاورام الحميدة. اورام الحميدة عاملة زي الضيف الخفيف، بتكتفي بالتغذية والدم من الاوعية الدموية اللي موجودة في الاورجانز اللي هي جات فيه. استخدام تاني للالترا ساوند، اقدر ان انا استخدمه كجايدد في البيوبسي. يعني لما احب اخد عينة من ورم، ما ينفعش ندخل من غير ما بشايف احنا داخلين فين، لازم يكون عندي موداليتيز اقول انا هاخد بيها سواء الترا ساوند او سي تي او ام ار ايا كان. ما ينفعش اخد عينة عمياني زي ما بيقولوا، لازم استخدم طريقة توصيل علشان ابقى ضامن ان انا دخلت جوه الجزء اللي انا عايز اخد منه البيوبسي. فبنقول ان الترا ساوند is useful as a guide to the performance of biopsy to minimize the damage to the surrounding tissue. يبقى ليك علشان اقلل كمية الدمج الاتلاف للسراوندنج تيشو للانسجة اللي حوالين الجزء المراد اخذ العينة منه. and to discharge such as thrombosis، وان انا اقدر اسحب منه اجزاء زي الجلطات. دلوقتي بقى في عندنا اجهزة سونار متنقلة اللي بنسميها portable ultrasound device، دي احلت مكان الاجهزه الكبيره، فبقى سهل ان انا ادخلها جوه العنايات جوه الحضانات، سهل ان انا اسحب بيها التجمع الدموي، اسحب بيها الميه من الغشاء البروتوني من غير ما اعمل دامج للسراوندنج اورجانز. وقبل ما اعمل البيوبسي لازم اتاكد ان العيان ده البلاد كلوتنج بتاعه، سرعه التجلط وسرعه النسف بتاعته طبيعية وسليمة علشان ما دخلش العيان في نزيف نتيجة أغص العين منها. بنقول هنا large patient with extra weight may be low in image quality، بمعنى زي ما قلت لكم احنا بنعمل الفحص فعلا للناس الأوبيز الناس التخينة، بس الكواليتي بتاعته والجودة بتاعته بتكون أقل. ده بسبب ان subcutaneous fat absorbed more sound wave. This result in fewer sound waves that penetrated the device and return to the power adapter, resulting in loss of information and low quality image. Ultrasound is also limited because it cannot take picture through the air pocket. بمعنى هو يا دكتورة احنا نقدر نعمل ultrasound لللنج او للبول اللي هي الامعاء؟ بنقول لا. ليه؟ لان الموجات الصوتية بتخترق الهواء وما بتعملوش انكسار، فعلشان كده بتطلع لي الصورة لأم بيضة جدا نتيجة الهواء اللي موجود في اللونج او الباول ايمج بيترد لي تاني
فنتيجة عدم انكسار. والبون ليه يا دكتورة ما نقدرش نشوف البون؟ لانها برضك من الحاجات اللي بتمتص الالترا ساوند، ما بتعكسهاش، واحنا متفقين ان احنا اعتمدنا في الالترا ساوند. ده صورة الالترا ساوند ابريتوس، جهاز السونار. عندنا الشاشة، عندنا الكنترول بانل، عندنا البروبات اللي هي الديفرنت بروب بالديفرنت فريكوانسي علشان نشوف بيها الاجزاء المختلفة من الجسم. ودي صورة اللينير. وازود الكمبيوتر الجوريزم المعاملات الرياضية اللي موجودة عليه، وادخل 3D ديفايس لفحص الرنين. الديس ادفانتج بتاعت الرنين بنقول ان هو لحد دلوقتي النويزي بليس اللي هو ديورنج الايمج، جهاز الرنين بيصدر عنه اصوات صاخبه عاليه جدا اثناء ما هو شغال، فبنلاقي ان العيان بيشتكي من علو صوت الجهاز. طب احنا بنقدر نعمل ايه نتغاضى عن الموضوع ده؟ بنحط العيان هيدفون او سدادات في ودانه علشان نقلل شويه من الفوليوم بتاع الصوت اللي خارج من الجهاز. تاني حاجه عندنا بتواجهنا الكلاستروفوبيا، الناس اللي بتخاف من الاماكن المغلقه. جهاز الرنين ده جهاز مقفول، مش مقفول ان احنا محوطينه بكل الجوانب، مقفول ان الترابيزه بتاعه العيان اللي بيبقى عليها العيان بتخش جوه الجانتري بتاعه الجهاز وما بتتحركش الا لما الفحص يخلص. فالعيان بيحس ان هو داخل جوه مكان مقفول مش شايف بيه اللي حواليه. طيب استعوضنا عن الموضوع ده بايه؟ ان احنا بقى عندنا حاجه اسمها الاوبن ام ار اي، جهاز الرنين المفتوح. هو مش بنفس الكواليتي او كفاءه الكلوزد ام ار اي، بس قدرنا بيه نتخطى موضوع الكلاستروفوبيا او الخوف من الاماكن المغلقة. عندنا ثلاث انواع لاجهزة الرنين معتمدة على نوع المجنت او المغناطيس اللي موجودة فيها. اول حاجة اللي هو البرمننت، المغناطيس الدائم. تاني حاجة الريزيستنس. تالت حاجة الريزيستنس. في فرق بين ريزيستنت وريزيستنس. طيب البرمننت المغناطيس اللي هو الدائم اللي هو موجود في الاجهزة الاوبن المفتوحة، وبيبقى القوة بتاعتها قليلة، بتبقى 3.1 تسلا. مشكلته ان هو وزنه تقيل جدا. الريزيستنس ده ما بقاش موجود، وفي ريزيستنس ده اللي موجود في الاجهزة الكلوزد، وده اللي قدرنا نعمل منه ماجنت اللي هو 1.5 و3 و7 و9، وصلنا دلوقتي لحد 11 تسلا. فلما نيجي نتكلم كده عن ملخص جهاز الرنين، هنلاقي ان جهاز الرنين معتمد على الوحدة الاساسية بتاعته اللي هي السترونج ماجنت فيلد اللي هو المغناطيس اللي هيديني المجال المغناطيسي. جزء تاني اللي هو الكويل اللي مسؤول انه هو يستقبل الراديو فريكوانسي ويفز اللي خارجة من جسم العيان، والستراتيفايد سيستم بارت اللي هو هيحول لي الفريكوانسي ويف لإلكتريكال ويف. الناس برا في الميديكال فيلد بتصرف ملايين الدولارات سنويا علشان تقدر تحسن من كفاءة وجودة اجهزة الرنين. طيب ايه هي الادفانتج والديس ادفانتج لجهاز الرنين؟ ايه هي مميزاته وعيوبه؟ قلنا ان جهاز الرنين هو البيست موداليتيز فور سوفت تيشو، بيديني هايلي كونتراست تو ذا سوفت تيشو بتوين اول ايميجينج، with advanced in scanning speed and spatial space improving in computer algorithm and 3D device MRI has become an improved radiological tool in diagnosis of soft tissue lesion. يبقى زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان انا كل ما بحسن من كفاءة الصورة وسرعة الفحص ونظام الكمبيوتر اللي موجود معايا، كل ما بقدر اخد صور للسوفت تيشو ليجن بدرجة عالية. ال MRI هو اعلى موداليتيز علشان اشخص بيه البرين والسباين والماسكولوسكيليتال سيستم.
دلوقتي انا بقدر استخدم الـ MRI لفحص جميع انواع ومختلف اجهزه الجسم. يعني اقدر افحص بيه النيرفس سيستم، شامل البرين والسباين والبريفرال نيرف اللي هي الاعصاب الطرفيه. اقدر افحص بيه الليفر واتابع الحالات اللي بعد الحقن الاورام. اقدر افحص بيه اليورينري سيستم، الجهاز البولي، من غير ما استخدم صبغه في عيانين الرينال ديزيز اللي ما اقدرش احقنهم صبغه. اقدر اشوف بيهم الجوينت المسلز وذ ليزر اكستند للبون. هو انا ما بحكمش على البون من الام ار، بس بحكم على البون مارو من الام ار اللي هو نخاع العظام. الديس ادفانتج، اولا الرنين بتاعي مش موجود في كل الاماكن، فكون ان عدد اجهزه الرنين قليله ده يعتبر ديس ادفانتج. تاني حاجه الناس اللي بتخاف من الاماكن المغلقه، وقلنا هنستعوض بالفحص بالاوبن ام ار اي. تالت حاجه الناس اللي هم مركبين حاجه معدن في جسمهم زي البيس ميكر اللي هي بتنظم ضربات القلب، الكوكيلر امبلانتيشن اللي عاملين زرع قوقعه، في انواع من انواع البامب اللي احنا بنبقى حاطينها في جسم الانسان علشان تديله مسكنات في حالات الاورام، الناس اللي هي حاطه جزء معدن في عينيها اللي دخل لهم رايش مثلا في عينيهم من فتره وما تشالش، الناس اللي عندهم رصاصه وسايبينها في جسمهم بقالها فتره ما عرفوش يشيلوها، الشرايح والمسامير القديمه اللي هي كانت معدن، كل الحاجات دي العيان بتاعها ما ينفعش يخش جهاز الرنين. ليه؟ لان حضرتك والعيان ده جوه جهاز الرنين هيبتدي يشد الحاجات المعدن دي من جسم الانسان، فلو هو عنده فورم بادي في عينيه يبقى انا كده بوظت عينيه. ماشي، سحبت البيس ميكر يبقى انا وقفت قلب العيان. لو العيان ده مركب كليب لانيوريزم موجود في البرين هيتفك والعيان هينزف، فلازم اخد هيستوري كويس جدا 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 من العيان قبل ما يخش جهاز الرنين. استخدامات الرنين زي ما قلت لحضراتكم بعيد تاني لان التكرار بيعلم الشرطار. اقدر استخدمه في كل فحوصات جسمنا الخاصه بالسوفت تيشو، يعني اقدر استخدمه البرين، السباين، اليورينري سيستم، الليفر، السبلين، البول، الامعاء اللي انا ما اقدرش اشوفها بالالترا ساوند، ما اقدرش اشوفها بالسي تي كويس. في حاجه عندي اسمها ام ار انتيروجرافي اللي انا اقدر اشوف بيها البول كويس جدا واشوف هل في ليجن جواها، هل في ليجن براها، هل في ليجن في اليومن بتاعتنا. بقدر استخدمها في الاسسمنت، تقييم الحالات قبل ما اعمل لها العمليه وبعد ما اعمل العمليه. فاستخدامات الرنين دلوقتي بقت موجوده عندنا في كل ملات الطب. دي صور لجهاز الرنين، ده الكلوزد وده الاوبن. اوبن مفتوح من الجنب، العيان يقدر يتكلم مع اللي جنبه، يقدر يشوف الدنيا اللي حواليه. فقضيت على موضوع الرهبه بتاعه الكلاستروفوبيا بتاعه الاماكن المغلقه. ده شكل الجانتري اللي فيه الماجنت، دي التيبل، ده الكويل اللي انا بقول لحضراتكم عليه. بعد كده هنتكلم على الرول اوف ايمج موداليتي ان ذا دايجنوزس اوف ماسكولوسكيليتال ديزيز. الروتين راديوجرافر اللي هو البلين اكس راي ار ذا فيرست ايمج موداليتي اوف نيرلي اول ماسكولوسكيليتال ديس اوردر. يعني ما ينفعش يجي لي واحد بيشتكي من كتفه واقول له اعمل لي رنين الاول، لازم يعمل بلين اكس راي. الام ار اي از هايلي سنسيتيف فور فراكشر اند سوفت تيشو انجري. في انواع من انواع الفراكشرات زي الاستريس فراكشر ما اقدرش اشوفه بالبلين اكس راي او بالسي تي، انما الام ار بيديني صوره كويسه جدا لانواع الفراكشر دي، وفي نفس الوقت انا قادر اشوف سوفت تيشو انجري، هل في حاجه في المصل، هل في حاجه في الليجامنت، هل في حاجه في التندون، فيه ارتشاح موجود في قلب الجوينت ولا مفيش. طيب الكمبيوتر توموجرافي اللي هو السي تي بالنسبه للعظام هو اعلى من الام ار اي في تشخيص الفراكشر، ما عدا قلنا انواع ما بتبانش بالاكس راي، خصوصا الحاجات اللي موجوده في البون اوف ذا هاند، الهوك اوف ذا هاميت، والهاميت دي احنا عارفين ان هي عظمه من عظام الريست. الام ار ارثروجرام ده تصوير للجوينت باستخدام الرنين. از ريكومندد فور انترا ارتيكولار ديس اوردر،
يعني انا لو شاكك ان في حاجه موجوده جوه الجوينت سبيس ماشي، باستخدام الام ار ار سروجرام ان انا بحقن ماده معينه من الصبغه جوه الجوينت تجويف المفصل وابتدي اصور بالرنين، تمام، هبتدي اشوف الحاجات اللي انا معرفش اشوفها بالاكس راي او بالسي تي، زي الترينجولار فايبر كارتليج كومبلكس اللي موجود في الريست، زي الجلونويد لابرام اللي موجود في الشولدر، والاسيتابلم لبرام اللي موجود في الهيب. يبقى انا لو اتكلمت على الايمج موداليتيز تاني اللي انا هستخدمها في تشخيص امراض العظام، هقول اول حاجه عندي الاكس راي، بعد كده السي تي، لو انا حبيت اشوف السوفت تيشو يبقى الام ار اي، لو حبيت اشوف الجوينت من جوه بكل تفاصيله يبقى انا هستخدم الام ار ار سروجرام. وحديثا الالترا ساوند دخلت ضمن التشخيص في حاله لو الام ار نوت افيلابل. لو اتكلمنا على الفيرست موداليتيز اللي بنستخدمها في تشخيص الماسكولوسكيليتال ديزيز، البلين راديوجراف اللي هو البلين اكس راي، الاشعه العاديه، بنقول ان الروتين راديوجرام شود اولموست اولويز بي بيرفورمد از ذا انيشال ايمج موداليتيز فور ذا ماسكولوسكيليتال سيستم. يبقى ما ينفعش عيان جاي لي بتروما، تمام، جاي لي بين يخص البون وادخله على طول على الرنين، لازم اعمل بلين اكس راي الاول. ليه؟ لان في البلين اكس راي الاوسياس اناتومي اللي هو التشريح بتاع العظم اعلى بكتير من السوفت تيشو. لو البلين اكس راي حضراتكم شفتوه هنلاقي ان انا اشوف العظمه كويسه جدا. ليه؟ لانها بيحصل بتاع بالابسوربشن كويس جدا للاكس راي اللي بتخترقها، انما السوفت تيشو صعب جدا ان انا اشوف تفاصيل المسلز او تفاصيل السكن. الراديوجرافيك اوفن ييلد ا دايجنوزس اور ايد ان ابروبريشن سيليكشن اند انتربشن اوف ذا ادفانسد ايمج بارتيكولي ويز ماجنتيك ريزونان ايمج. يعني لو انا جالي عيان بيعمل ام ار اي وانا شكيت ان في حاجه موجوده في قلب البون، بخلي العيان يعمل لي استكمال اكس راي عشان هو نمبر 1 في امراض العظام. لازم على الاقل اخد تو راديوجرافيك بروجيكشن، لازم اخد وضعين للعظمه سواء امامي خلفي او جانبي. ليه؟ لان في الامامي الخلفي بيديني تفاصيل غير الجانبي هيشوفها. انا ممكن اشوف الفراكشر في اللاترال فيو احسن من الاي بي. ساعات بضطر ان انا اعمل 3 فيو، يعني اخد اي بي الامامي الخلفي، اخد اللاترال اللي هو الجانبي، واخد اوبليك في حالات التروما علشان اقدر اشوف الكسر كويس جدا واعمل له ديلينيشن واعمل له اسيسمنت علشان مفيش حاجه تمسد مني. سيرتيان جوينت ريكوير سبيسيفيك فيو تو ديتكت الابنورماليتيز اون راديوجراف. في اوضاع معينه بتطلب للمفاصل علشان اقدر اشوف التفاصيل بتاعتها، زي السكاي لاي بوزيشن اللي انا بشوف بيه الباتيلا اللي موجوده في الني جوينت، في اكزيال فيو بشوف بيها جزء معين في الشولدر. ممكن استخدم الاكس راي العادي او الفلوروسكوبك بوزيشن سبوت فيو لو انا عايز اشوف حاجه متحركه. السنسيتيفيتي اوف روتين راديوجرافيك فاريب ديبندد اون المينرايزيشن اوف ذا بون، يعني جوده الصوره في الاكس راي معتمده على كميه الكالسيوم اللي موجوده في العظمه، فالصوره بتختلف بناء على هل العظمه دي هيلثي كميه الكالسيوم اللي فيها كويسه، ولا العيان ده عندي اوستيوبروزس هشاشه في العظام فابتدت كميه الكالسيوم اللي فيه تقل، فبدل ما هشوف العظمه بيضة هبتدي الاحظ ان العظمه ابتدت لونها يسود في الاكس راي نتيجه نسبه الكالسيوم القليله اللي موجوده فيها. تاني فحص عندي هو السي تي. السي تي بستخدمه بعد الروتين اكس راي علشان ازود بيه الكروس سيكشنال ايميجنج اند الكمبيوتر بروسيسنج. احنا قلنا قبل كده ان السي تي هقدر اعمل منه اكزيال وكرونال وساجيتال وثري دي، فدي هتديني فرصه احسن لتشخيص الفراكشر. السي تي سوبيريور تو روتين راديوجرافيك فور ايفالويشن اوف ذا كومبلكس ستراكشر الاجزاء المعقده اوف ذا اكسيال سكيلتون ذا اوسيا ستراكشر اوف ذا فوت الانكل البلفس الشولدر الريست اند الهاند.
يبقى اللونج بون بالنسبه لي الاكس راي احسن فيها. انما لما اجي اشوف كومبلكس ستراكشر زي البلفس الشولدر الجوينت يبقى 3 دي هو اللي اعلى. السي تي السوبيريور كمان عن الراديوجرافيك ان شوينج الساتل كورتيكال بون انجري، ساعات اعمل بلين اكس راي ويبقى في عندي جرين ستيك فراكشر وانا مش شايفه كويس، لما اعمل السي تي بالرفورمات ايمج هقدر اشوفه كويس جدا. استخدامات السي تي بالنسبه لنا احنا في العظم تو ديتكت الفراكشر الكورتيكال بون الات الطب. دي صور لجهاز الرنين، ده الكلوزد وده الاوبن. اوبن مفتوح من الجنب، العيان يقدر يتكلم مع اللي جنبه، يقدر يشوف الدنيا اللي حواليه. فقضيت على موضوع الرهبه بتاعه الكلاستروفوبيا بتاعه الاماكن المغلقه. ده شكل الجانتري اللي فيه الماجنت، دي التيبل، ده الكويل اللي انا بقول لحضراتكم عليه. استخدامات الرنين زي ما قلت لحضراتكم بعيد تاني لان التكرار بيعلم الشرطار، اقدر استخدمه في كل فحوصات جسمنا الخاصه بيه السوفت تيشو، يعني اقدر استخدمه البرين السباين اليورينري سيستم الليفر السبلين البول الامعاء اللي انا ما اقدرش اشوفها بالالترا ساوند، ما اقدرش اشوفها بالسي تي كويس. في حاجة عندي اسمها MR انتروجرافي اللي انا اقدر اشوف بيها البول كويس جدا واشوف هل في ليجن جواها، هل في ليجن براها، هل في ليجن في اليومن بتاعتنا. بقدر استخدمها في الاسسمنت تقييم الحالات قبل ما اعمل لها العملية وبعد ما اعمل العملية. فاستخدامات الرنين دلوقتي بقت موجودة عندنا في كل مكان. طيب الالترا ساوند قلنا الهاي فريكوانسي اللي هو اللينير بروب اللي احنا قلنا هنستخدمه للاجزاء السطحيه. اعتمدنا على ايه؟ ان كل جزء من الماسكولوسكيليتال سيستم له دنسيتي مختلفه وله قدره على امتصاص وانعكاس الالترا ساوند ويف بطرق مختلفه، فهيديني صور متدرجه من الابيض للاسود، فهقدر اقول ان دي صوره التندون، ده صوره الافيوجن، ده صورة الساينوفيال ميمبرين، ودي صورة البون. الكواليتي بتاعته معتمدة على الكواليتي بتاع الترانسديوسر اللي احنا بنستخدمه والكواليتي بتاع الشخص اللي هيعمل الفحص. ميزته ان هو افيلابل متاح في كل الاماكن، شيب رخيص عن الام ار اي، بس الكواليتي بتاعته في اجزاء في الماسكولوسكيليتال سيستم الالترا ساوند بيقدرش يعمل لها ايفالويشن زي الام ار اي. اقدر اعمل ايفالويشن بالالترا ساوند ليه؟ الماسز اللي موجوده في السوفت تيشو، الفاسكوليتشر الاوعيه الدمويه اللي راحه للماس، الليجامنت الاوتار، التندون الاربطه، البون، الكارتليج، الافيوجن، الارتشاح عند الفورم بودي. بعد كده هنتكلم على الرول اوف ايمج موداليتي ان ذا دايجنوزس اوف ماسكولوسكيليتال ديزيز. الروتين راديوجرافر اللي هو البلين اكس راي ار ذا فيرست ايمج موداليتي اوف نيرلي اول ماسكولوسكيليتال ديس اوردر. يعني ما ينفعش يجي لي واحد بيشتكي من كتفه واقول له اعمل لي رنين الاول، لازم يعمل بلين اكس راي. الام ار اي از هايلي سنسيتيف فور فراكشر اند سوفت تيشو انجري. في انواع من انواع الفراكشرات زي الاستريس فراكشر ما اقدرش اشوفه بالبلين اكس راي او بالسي تي، انما الام ار بيديني صوره كويسه جدا لانواع الفراكشر دي.
وفي نفس الوقت انا قادر اشوف سوفت تيشو انجري، هل في حاجه في المصل، هل في حاجه في الليجامنت، هل في حاجه في التندون، فيه ارتشاح موجود في قلب الجوينت ولا مفيش. طيب الكمبيوتر توموغرافي اللي هو السي تي بالنسبه للعظام هو اعلى من الام ار اي في تشخيص الفراكشر، ما عدا قلنا انواع ما بتبانش بالاكس راي، خصوصا الحاجات اللي موجوده في البون اوف ذا هاند، الهوك اوف ذا هاميت، والهاميت دي احنا عارفين ان هي عظمه من عظام الريست. الام ار ارثروجرام ده تصوير للجوينت باستخدام الرنين، از ريكومندد فور انترا ارتيكولار ديس اوردر، يعني انا لو شاكك ان في حاجه موجوده جوه الجوينت سبيس ماشي، باستخدام الام ار ارثروجرام ان انا بحقن ماده معينه من الصبغه جوه الجوينت تجويف المفصل وابتدي اصور بالرنين، تمام، هبتدي اشوف الحاجات اللي انا معرفش اشوفها بالاكس راي او بالسي تي، زي الترينجولار فايبر كارتليج كومبلكس اللي موجود في الريست، زي الجلونويد لابرام اللي موجود في الشولدر، والاستابلم لابرام اللي موجود في الهيب. القليله اللي موجوده فيها. تاني فحص عندي هو السي تي، السي تي بستخدمه بعد الروتين اكس راي علشان ازود بيه الكروس سيكشنال ايميدجينج اند الكمبيوتر بروسيسنج. احنا قلنا قبل كده ان السي تي هقدر اعمل منه اكزيال وكرونال وساجيتال وثري دي، فدي هتديني فرصه احسن لتشخيص الفراكشر. السي تي سوبيريور تو روتين راديوجرافيك فور ايفالويشن اوف ذا كومبلكس ستراكشر، الاجزاء المعقده اوف ذا اكسيال سكيلتون، ذا اوسيوس ستراكشر اوف ذا فوت، الانكل، البلفس، الشولدر، الريست اند الهاند. يبقى اللونج بون بالنسبه لي الاكس راي احسن فيها، انما لما اجي اشوف كومبلكس ستراكشر زي البلفس، الشولدر، الجوينت، يبقى 3 دي هو اللي اعلى. السي تي السوبيريور كمان عن الراديوجرافيك ان شوينج ساتل كورتيكال بون انجري، ساعات اعمل بلين اكس راي ويبقى في عندي جرين ستيك فراكشر وانا مش شايفه كويس، اما اعمل السي تي بالريفورمات ايمج هقدر اشوفه كويس جدا. استخدامات لما نيجي نتكلم بقى ازاي نشخص الامراض بتاعه الماسكولوسكيليتال سيستم من الاشعه، هنلاقي ان احنا عندنا different category من الـ من الـ من الـ من البون ديزيز او الماسكولوسكيليتال ديزيز اللي اقدر اشخصها بالايمجينج موداليتيز. اول حاجه عندنا بالنسبه لنا احنا كامراض العظام هي التروما. طيب علشان اقدر اقول التروما دي ايه، هو نوعها، مكانها، الاكستنشن بتاعها، الكومبليكيشن بتاعتها، البروجنوزس بتاعها،
من الاكس راي لازم اجاوب على بعض النقاط. يبقى بنقول how to describe a fracture radiographically، ازاي اقدر اوصف الكسر من الاشعة. في بعض النقاط اللي انا لازم اجاوب عليها، اول حاجة type of fracture، نوع الكسر، هل الكسر اللي عندي complete يعني العظمة كلها اتكسرت، all the way through the bone يعني الفراكشر لاين واخد العظمة كلها، هل هو ترانسفيرز يعني جاي بالعرض بنقول عليه straight across the bone، هل هو oblique يعني عندي خط مائل متخلل جوه العظمة، spiral look like a corkscrew، spiral يعني حلزوني زي المسمار الحلزوني، communicated more than two part to the fracture يعني الكسر اللي عندي واخد اكتر من جزئين او قاسم العظمة لأكتر من جزئين، هل هو incomplete غير كامل واخد الكورتكس بس انما ما دخلش لجوه العظمة، هل هو bowing fracture هل العظمة من كتر الضغط عليها بقت معوجة، هل هو باكل فراكشر ان هو خلى العظمة او خلى الكارتليج اللي موجود له سطح مقعر كونفكس سيرفيس، هل هو سولتر هارس فراكشر، السولتر هارس فراكشر ده بيكون واخد الجروس بليت. يبقى اول سؤال اجاوب عليه التايب اوف فراكشر. تاني حاجة الفراكشر سايت، مكان الفراكشر، هل هو واخد الديافيسس اللي هو الشافت بتاع البون، هل هو واخد الميتافيسس ده الوايدنج بورشن ادجاسنت تو الجروس بليت، ولا واخد الابيفيسس اللي هو البون ادجاسنت تو ذا جوينت. ان سام كيسز يو ويل يوز ذا اناتوميكال نيم تو ديسكرايب ذا سايت اوف فراكشر، ان احنا نقول ده ميتاكاربال بون، هل هو في الشافت، هل هو في البيز، هل هو في النك، هل هو في الهيد اوف ذا ميتاكاربال بون ولا مش موجود. طيب بعد كده تالت سؤال، هل في displacement العظمة دي اتحركت من مكانها ولا ما اتحركتش. طيب displacement عندي describe what has happened to the bone during the fracture. نقول عامة to describe a fracture the body is assumed to be in the anatomical position. لما نيجي نشرح او نتكلم هل العظمة دي حصل لها displacement ولا لا، لازم تكون العظمة موجودة في الاناتوميكال بوزيشن بتاعها علشان اقدر اقول هو اي جزء هو اللي حصل له displacement، هل الجزء البروكسيمال ولا الجزء الديستال من العظمة هو اللي حصل له displacement، هل وهي بيحصل لها displacement حصل لها rotation ولا لا، هل حصل مع displacement angulation فبقى بالتبعية في زاوية بين الجزئين المكسورين، هل حصل ترانسليشن ان جزء اتحرك بعيد عن جزء، او حصل روتيشن ان جزء لف حوالين المحور بتاعته، هل حصل امباكشن او ديستراكشن ان الاتنين زنقوا في بعض او زي ما بنقولها بالعامية تحس ان هم بقوا مضغوطين جوه بعض او متعشقين في بعض ولا لا، كل دي انواع من انواع الديسبليسمنت. فلو جينا شفنا الكسر اللي موجود عندنا، ده كسر موجود في النيك فيمر وده كسر موجود في الالبو جوينت، هنقول ان انا عندي فراكشر، هل هو كومبليت ولا انكمبليت؟ هو كومبليت فراكشر. طيب هل كومبليت فراكشر حصل ديسبليسمنت ولا ما حصلش؟ حصل. نوعه ايه؟ نوعه امباكشن، ان العظمتين بقوا معشقين في بعض. تمام. هل في فراجمنتال بون تانية جزء من العظمة التانية حصل له ديسبليسمنت وانفصل خالص عن العظمة وما انفصلش؟ في جزء تاني عندنا منفصل عن العظمة الأساسية، يبقى أنا عندي هنا في فراكشر، الفراكشر حصل له displacement موجود في منطقة الريست، إن هو حصل في منطقة القلب سوري حصل له angulation كمان للجزء اللي انكسر وانفصل عن العظمة. طيب لازم أقول تاني في الكسر الجوينت الانفولفمنت موجود ولا مش موجود؟ إحنا عندنا مثلا
العظمه بتاع الفيمر والتبيا بيكونوا لي الني جوينت. طيب لو حصل كسر لو حصل كسر في الديستال فيمر، هل الكسر ده ادى ان الالاينمنت اللاين اللي بين الفيمر والتبيا حصل له اختلال ولا ما حصلش؟ فلازم اقول الجوينت فضل سليم وانتكت ولا الاناتومي بتاعه حصل فيه ديسربشن. لازم اقول في انذر فراكشر موجود ولا لا. دايما احنا عنينا بتروح للحاجه الكبيره اللي موجوده قدامنا، فلازم ادور في البلين اكس راي في في فراكشر تاني نير باي ذا فيرست فراكشر او قوي عنه. ممكن العيان تكون شكوته فيما بعد من السكندري فراكشر اللي موجود واحنا ما اخدناش بالنا منه. طيب هل في كومبليكيشن موجوده مع الفراكشر ده ولا لا؟ هنلاقي ان عندنا في immediate complication ممكن اشوفها في وقتها مع الفراكشر، وفي حاجه اسمها delayed complication. immediate complication ايه هي؟ ان يكون في هيموريج او شوك، العيان بينزف، ان حصل فات امبوليزم، ان جزء من البون مارو خرج جوه سيركيوليشن فعمل لي جلطه عباره عن فات. في اكيوت اسكيميا ولا لا؟ طب هل الفراكشر ده كان ماشي جنبه بلاد فيزلز فاتقطع فقطع البلاد سبلاي للليمب فدخله في اسكيميا ولا لا؟ هل الجزء اللي انكسر من السباين عمل لي سباينال كورد انجري، عمل لي ايبيديورال هيماتوما ولا ما عملش؟ طيب الديليت فراكشر ان العيان جاي لي بعد كده بمشكله، اهمهم النون يونيون ان الكسر ما لحمش. اوستيوبروزس ديو تو ديسيوز، العيان قاعد في السرير فتره طويله ما بيستخدمش رجليه فدخل فيها شاشه. سكندري اوستو ارثرايتس، ان الكسر ملمش بطريقه كويسه فعمل خشونه في المفصل اللي قريب. حاجه اسمها مايوسايتس اوسيفيكانز، ان هي العضله اللي جنب الكسر ابتدت تضعف ويترصف فيها كالسيوم. حصل اوستيومايلايتس التهاب، اوستيونكروزس ان العظمه ماتت. السودكس اتروفي او حاجه اسمها فولكيمان اسكيميك كونتراكشن، ان العضله ماتت فحصل فيها دمور اللي هو الاتروفي فابتدت تنكمش فتشد الليمب وتغير في شكله. في سبيسيفيك فراكشر عندنا لازم ناخد بالنا منها، في حاجه اسمها الاستريس فراكشر نتيجه الضغط. الاستريس فراكشر ده نتيجه فتيك بون، ان اما العظمه تعبانه، العظمه التعبانه دي اللي بنسميها باثولوجيكال فراكشر، ان انا عندي سوبر امبوزد فراكشر اوفر اندرلاينج بون ديزيز، زي يكون عندي اللي في الصوره ان ده بون سيست فده جزء ضعيف من البون، فبماينور تروما بخبطه صغيره ادت الى كسر في العظم. انسفشنسي فراكشر ماشي، هو نورمال ماسكولار ستريس ابلاي تو ابنورمال بون، ان العيان بيعمل الاكتيفيتي بتاعته اليوميه بس العظمه تعبانه. ايه الفرق يا دكتوره بين انسفشنسي فراكشر وباثولوجيكال فراكشر؟ باثولوجيكال فراكشر لازم يكون عندي باثولوجي جوه العظمه اللي هيحصل عليه الكسر، انما الانسفشنسي فراكشر العظم كله تعبان نتيجه نقص كالسيوم. فبمجهوده العادي وهو مثلا بيكتب وهو ماشي يبتدي يحصل فراكشر في التبيا او فراكشر في الهند، ده لان العظمه كلها تعبان. طب الفاتيك فراكشر هي عظمه سليمه بس انا اللي حملت عليها زياده عن اللزوم فحصل فيها كسر، زي المارش فراكشر. المارش فراكشر دول معروف ان هو بيجي للناس اللي بتمشي مسافات طويله، فعظم العظم بتاع جسمه سليم بس نتيجه ان هو حمل عليه زياده عن طاقته فحصل الفراكشر. الانترا ارتيكولار فراكشر اللي انا قلت لكم عليه سولتر هاريس فراكشر، ان الفراكشر لاين امتد لجوه الجوينت سبيس وصل ليه الارتيكولار سيرفس. طيب في حاجه عندي اسمها سودو فراكشر، الكسر الكاذب، ده فيشر لايك ديفكت، هو مش كسر ولا هو فيشر، هو حاجه زي شق موجود. بلاقيه فين؟ بلاقيه في العيانين اللي عندهم استوماليشيا، اللي هم عندهم نقص نسبة الكالسيوم والفيتامين دي، بنسميها اللوزر زون. احنا عارفين اماكنها بتبقى اماكن ضعيفة، فلما بشوف فيه
الفيشر لايك فراكشر ده بقول عليه يا جماعه ده مش فراكشر، ده سودو فراكشر في المنطقه الضعيفه اللي هي اللوزر زون. الاوكلت فراكشر يعني اوكلت يعني عاتم، ان انا مش شايفاه، انا سسبكتد ان العيان ده عنده فراكشر بس اعمل بلين اكس راي مش شايفه. في الحاله دي الجا لايه؟ لا اما اعمل بون سكان مسح ذري، لا اما اعمل ام ار اي علشان اشوف. يعني ايه هير لاين فراكشر؟ ده فراكشر موجود في مكانه مش عامل سيباريشن او مينيمال سيباريشن. في حاجه فراكشر تاني عندي اسمه الافالجن فراكشر، اللي هو اخد العظمه وخلعها من مكانها، ده بيبقى نتيجه ايه؟ ان التندون الوتر بتاع المسلز اللي ماسك في قلب البون، المسل دي حصل لها كونتراكشن بطريقه شديده جدا فاخدت العظمه اللي هي عامله فيها انسيرشن وخلعت، زي الصوره كده اللي قدامنا. الابوفوزيال فراكشر، ابوفوزيال فراكشر ده بيجي في الجروس سنتر زي الاسكيال تيوبريستي او الميديال ايبيكوندايل، وبيبقى مينلي افرجن فراكشر. بعد التروما ايه اللي ممكن احنا نشوفه بالنسبه لنا في العظام؟ البون تيومر. وعلشان اشخص البون تيومر برضو عندي ابروتش زي اللي انا قلته في حالات التروما والفراكشر. الغرض من الابروتش ده ايه؟ ان انا اقلل الديفرنشيال دياجنوزس، مينيمايز الديفرنشيال دياجنوزس علشان اوصل لديفينيت دياجنوزس. فبيبقى عندنا شوية أسئلة وكرايتيريا معينة لازم أجاوب عليها، أهمهم الإيدج بتاع العيان، اللوكيشن بتاع الليجن اللي موجود عندي، مكانه، هل في بيروستيال رياكشن ولا مفيش، هل في كورتيكال ديستراكشن ولا لأ، الماتريكس بتاعه هل في ماتريكس كالسيفيكيشن ولا مفيش. فلما أجي أشوف بالتفصيل لازم اقول عندي من البلين اكس راي، وهفضل اقول لحضراتكم ان البلين اكس راي از ذا فيرست موداليتيز فور دياجنوزس اوف كانسر بون، هو اللي اعلى من السي تي واعلى من الام ار اي. فمن البلين اكس راي هقدر اقول المورفولوجي، شكل الليجن اللي عندي، هل هو حاجه ويل ديفايند ولا ال ديفايند، هل حاجة أستيوليتك ولا إسكلروتك. أستيوليتك يعني إيه؟ يعني كلت العظمة وحللتها. وإسكلروتك يعني إيه؟ يعني خلت العظمة صمتة أكتر، يعني مبيضة أكتر من بقية العظمة اللي فيها الليجن. طيب الإيج أوف ذا بيشنت بيساعدني في إيه؟ إن إحنا عارفين إن البيشنت هقسمهم لاتنين إيج جروب، فوق التلاتين وتحت التلاتين. إحنا عارفين إن فوق التلاتين في ليجن معينة هلاقيها، وتحت التلاتين في ليجن تانية هلاقيها. اللي تحت التلاتين اشهر حاجة عندنا هلاقيها مثلا ايه؟ الايوينج ساركوما، لو عيانين صغيرين. السيمبل بون سيست في الاقل من التلاتين. اللي فوق التلاتين هلاقي ايه؟ المتاسس الثانويات، هلاقي ايه؟ المالتيبل مايلوما. الصورة دي بتقول لي ان فوق التلاتين هلاقي ايه؟ وتحت التلاتين هلاقي ايه؟ اللي تحت ال 30 زي ما قلت لكم الايونج ساركوما، ماشي، الفايبرس ديسبليزيا، الاوستيو ساركوما، الاوستيو كوندروما. طب فوق ال 30 الحاجات دي، الاسامي دي حضراتكم مش مطالبين بيها، انا المطالبين بيه ان احنا عارفين اكوردنج لي الايدج جروب هقدر اقول هو ده فوق ال 30 ولا تحت ال 30، هيبقى ده ميتس ولا ده استويد استيوما. بعد كده هنيجي بنفس الصوره هقول على حسب اللوكيشن، هل هو ابيفيزيال ولا هو ميتافيزيال ولا هو دايفيزيال. طيب الزون اوف ترانزيشن، يعني ايه زون اوف ترانزيشن؟ هي المسافه بين الليجن والهيلسي بون اللي جنبها. فهلاقي حاجه عندي اسمها سمول زون اوف ترانزيشن وفي وايد زون اوف ترانزيشن. السمول زون بسميها نارو زون اوف ترانزيشن، اللي انا اقدر ارسم الليجن بقلم وافصله عن النورمال بون اللي حواليها. طب الوايد زون اوف ترانزيشن، لا دي انفلتريتد ليجن مش قادره ارسم لها حدود، لو رسمت حدين التالت مش قادره ارسمه، مش قادره افصلها عن النورمال بون اللي حواليها. النارو زون او سمول زون اوف ترانزيشن ده حاجه بتقول ان الليجن اللي عندي ده بناين ليجن، ورم او ليجن حميد يقدر
يرسم حدود نفسه، ما توغلش حواليه، انت ما عملش. طيب الديليت فراكشر، ان العيان جاي لي بعد كده بمشكله، اهمهم النون يونيون، ان الكسر ما لحمش. اوستيوبروزس ديو تو ديسيوز، العيان قاعد في السرير. النقطه اللي بعديها عندنا حاجه اسمها بري اوستيال رياكشن. يعني ايه بري اوستيال رياكشن؟ احنا عارفين ان العظمه من بره بيغطيها ممبرين رفيع جدا اسمه البري اوستيوم، ده اللي مسؤول عن تكوين العظم. نتيجه ان الليجن اللي عندي دي بتعمل اريتيشن للبري اوستيوم، بتهيجه، فبيبتدي يكون عظم جديد. لو انا عندي الليجن ده بناين، بيبتدي يكون عظم جديد في وقت طويل ويحصل ريمودلنج للعظمه، فبسميه السوليد رياكشن، زي اول صوره عند حضراتكم، ودي بشوفها في البناين ليجن. طيب الليجن اللي هو الماليجنانت ده بينتشر وبيكبر بسرعه كبيره، فما بيديش فرصه للريمودلنج، لاعاده التاهيل للعظم الجديد اللي بيكونه البري اوستيوم، فيديني اشكال مختلفه من البري اوستيوم رياكشن. عندي واحد اسمه اللاميليتد او الاونيون شيب، اللي عامل زي طبقات البصل. الثاني عامل زي اشعه الشمس، بنسميها سبيكيوليتد او سان بيرست. التالت نتيجة ان التكوين بيبقى سريع، فيبتدي يحصل الليفيشن للبري اوستيوم، فيديني تريانجولار شيب سواء فوق او تحت، فبنسميه كودمان تريانجولار رياكشن، وده فيري اجريسيف رياكشن. يعني اللاميليتد والسبيكيوليتد ده اجريسيف عنيف، انما الكودمان ده فيري اجريسيف، لدرجة ان البري اوستيوم مش قادر يلاحق في سرعه تكوين الخلايا السرطانيه، فيبتدي يحصل له إليفيجن عن العظمه وينفصل عنها، فيديني شكل المثلث اللي بنسميه كودمان تراينجولار رياكشن. طيب بعد كده النقطه اللي بعديها كورتيكال ديستراكشن. احنا عارفين ان اي عظمه بتتكون من كورتكس، القشره الخارجيه والمظله. طيب لو الكورتكس ده اتاكل واتقرقد، ده يقول ان الليجن اللي عندي ليجن عنيف، يبقى كورتيكال ديستراكشن هشوفه مع المالجنانت ليجن. انما لو انا شفت ليجن والكورتكس بتاعي انتكت، ممكن يكون بقى رفيع شوي او خرج لبرا العظمه شوي، بس انتكت سليم، يبقى ده يقول لي ان ده بناين، موجود تايب اوف فراكشر. تاني حاجه الفراكشر سايت، مكان الفراكشر، هل هو واخد الديافيسز اللي هو الشافت بتاع البون، هل هو واخد الميتافيسز ده الوايدنج بورشن ادجاسنت تو الجروس بليت، ولا واخد الابيفيسز اللي هو البون ادجاسنت تو ذا جوينت. ان سام كيسز يو ويل يوز ذا اناتوميكال نيم تو ديسكرايب ذا سايت اوف فراكشر، ان احنا نقول ده ميتاكاربال بون، هل هو في الشيفت، هل هو في البيز، هل هو في النك، هل هو في الهيد اوف ذا ميتاكاربال بون. الماتريكس بتاعه عظم، مش مجرد كالسيوم، ده عظمه، كان عظمه جوه عظمه، تمام. ساعتها اقول ان ده اوستويد تيومر، لان ده اوستويد ماتريكس، زي الاوستيو ساركوما، الاوستويد اوستيوما، الاوستيوما، دي كلها مسميات حضراتكم مش مطالبين بيها في الامتحان. طيب بعد كده هقول يا جماعه هو ده بوليوستاتيك ولا لا؟ يعني ايه بولوستاتيك؟ هي المالتيبلستي، هو واخد عظمه واحده ولا واخد كذا عظمه؟ طب هو واخد جزء واحد في العظمه ولا هو واخد كذا جزء في العظمه؟ ده يفرق؟ اه طبعا يفرق. اول ما اشوف ان كذا عظمه فيها الليجن، لازم رامبر 1 اقول ان ده ميتاستاتيك ديبوزيت، ثانويات. طيب لو العظمه الواحده فيها نفس الشكل بتاع الليجن في كذا حاجه، اقول والله ده ممكن يكون فايبرس ديسبليزيا، تمام، ده ممكن يكون انكوندروم. فيبقى المالتيبلستي اللي هو اكتر من ليجن نمبر 1 اقول ان هو ميتاسيس، نمبر 2 اشوف هل هو نفس الليجن في نفس العظمه، فيبقى حاجه زي الفايبرس ديسبليزيا او زي الانكوندروما او زي المايلوم. ثانك يو تو بي كونتينوس.